فيصل الدويش تحدث عنها ديكسون في كتابه الكويت وجاراتها، وقبل لا يتكلم عنها يقول وانا يعني ما برست الفقره هذه الا اني خاف ان يظلمها التاريخ، يظلم هذا الرجل وانه يتعرض للظلم. يقول لقد كان الرجل الثاني بعد الملك عبد العزيز في مرحله الاخوان اللي يقوله منه ديكسون في كتابه الكويت وجاراتها. لقد كان الرجل الثاني بعد الملك عبد العزيز، ولقد كان يبدو كالملك في البادية. هذا فيصل الدويش. يا ميرنا مالك حلي مع الناس، كونك صباح وكون، كونك صباح وكون، وكون غيرك نهار.